يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، قال: وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين، هل يدخل فيهم القبوريون؟ لا شك يدخلون، هو المقصود به القبوريون. نعم.